السلام عليكم، معكم هنية اقتصادية. اليوم جبت لكم لحم الحلو، طريقة كيفاش نديرو انايا، كيفاش نوجدو. اليوم عندي شربة، قلت يعني نبدا مداريا، يعني نبدا لكم بالشربة ولا حريرة ولا اليوم كي كاين. انا قلت نصور لحم الحلو ونوريه لكم طريقة تاع التحضير تاع في مطبخ هنية. واش عندنا؟ عندنا العينة هايديك، عندي شويه تاع المشمش. انا هي اللحم اللي حنون ندير له زبيب، هذه اختياريه، كاين اللي يدير كاين اللي ما يديرش. عندي شويه لحم تاع الغلمي هبره، عندي كيلة تاع السكر، عندي ملعقه تاع السمن، عندي زوج ملاعق تاع ما زهر المقطر، وعندي شويه ملح وشويه قرفه عود. طريقة تحضير هاد اللحم الحلو واش نديرو؟ نحكمو راني درت القدرة تاع الماء تفور، نفورو هاد العينة مع المشمش والزبيب، نفوروهم، نديرو هاد السيرو يطيب، نديرو قبل اللحم يطيب ومن بعد نرملو السيرو، نديرو هاديك العينة طيب. بعد ما درت هادوك الفواكه الجافة تاعي فورو، دوك ندورو نطيبو هداك اللحم. عندي طنجرة، عندي هاديك اللحم قلت لكم طاس تاع هبرة تاع غلمي، نديرها انا اختي. انا حنايا كاين بزاف اللي ما يديروش اللحم في اللحم الحلو، يديروا هكاك غير العينه، هذه يعني بكري كنا نديروه. انا اختي تحب اللحم في اللحم الحلو، على هذاك نديروه لها. كل ما نديروا اللحم الحلو نديروا لها طيب تاع اللحم، تحب هكاك، تحبوا اللحم حليو يجي حلو. عندي هذيك ملعقه تاع سمن. واش ندير ثاني؟ ندير عود قرفه وندير قرصه تاع ملح. نخلي اللحم تاعي يتقلى، يتقلى نمرقو ومن بعد نوري لكم. بعد ما قليت اللحم هذاك تاع اللحم الحلو هاوليك، شوفوا قليته غير بشويه تاع السمن وهذيك شويه تاع القرفه وقريصه ملح. دوكا تيك نمرقو نخليه يطيب، خليته يتقلى مليح، هذا غلمي ما يشدش يعني الطياب. هكذايا نمرقو ونخليه يطيب حتى يطيب باش نديرو له السكر حتى نشوفو طاب. هايلك من بعد نوري لكم. بعد ما درت اللحم الحلو تاعي طيب، انا راني رايحه ندير اشي بارمونتي، قلت نديرو ونقسمو ثاني معاكم واش في هاد الوصفه تاع الاشي بارمونتي. عندنا البطاطا، هاني انا البطاطا يعني سرعت المهمه، نقيتها وغلي قطعتها وغليتها. هايلك هاي بعدا هي سخونه، نقطرتها من الماء. هايلك عندنا لحم مرحي، عندنا حبه صفار تاع حبه بيض نديرو داخل البطاطا، عندنا الفرماج هذا بورسيون، عندنا شويه فلفل كحل، شويه تاع الملح، وعندي جوز الطيب نواد مسكات، عندي صفار تاع حبه بيض قلت لكم، وعندي الفرماج غابي، هي تحب الفرماج. هايليك دوك نبداو نلحو هذيك البطاطا، نسبقو نلحو من نوجدو قبل اللحم المرحي تاعنا، نديروه يتقلى. اللحم الحلو تاعنا، اللحم تاع اللحم الحلو راه يطيب. راني دوكا نقلي في هذاك اللحم مرحي، درت له غير شويه تاع السمن وشويه ملح وشويه فلفل كحل. هكذايا راني نقلي فيه نوجدو باش نديروه مع اللحم مع البطاطا ارشي بارمونتي. راني نقلي فيه نكملو ونغير. بعد ما وسيت اللحم طاب، دوك نلحي هذيك البطاطا. هاي اللي كان نحب نلحيها في الحيوة تاع الطوماطيش، هي اللي تخرج الحاجه مليحه وما كاش كيما الحيوة تاع زمان. هاي ليك نلحيها ومن بعد نكملوا مع بعض. هاي ليك البطاطا بعد ما لحيتها، هاي ليك واش نديروا لها؟ عندي هذاك القالب تاع الفرماج نقطعوا لداخل هكا بهذه الطريقه، نديروا لها صفار تاع حبه بيض. هايليك هكذا، عندي هذاك شويه تاع الملح، هي على كل حال طيبه بالملح، بصح نزيدو غير شويه، وعندي شويه فلفل كحل هكذا، عندي شويه تاع جوز الطيب مرحيه شيتها عند سيدي مولاي. هايليك كلش كاين واجد، وحده تزيرو وتطيب الخير كاين، ماشي كي زمان، زمان كان كلش ناقص، دوكا كاين كل خير. هايلك عندي هذاك الصفار تاع حبه بيض هكذا، نخلطو هاد المكونات. بطاطا تاع دوكا ماهيش كاع بطاطا تاع لي يقدر الانسان يخدم بيها، شوفوها يعني
هكا بعد ما خلطت هادوما نزيد الفرماج غابي، هي تحب الفرماج نخلو غير شويه نديروه من الفوق هكذا نخلطو. اللي ما عندهاش ما دير غير بورسيون، هذه يعني ماشي لازم غير هكذايا يعني على حساب لي المقدور اللي كاين، حنا ما نكلفوش الناس في يعني في الكوزينه، اللي عندك تخدمي به هكذا بهذه الطريقه. دوك نجيب البلاط تاعي ونجي. بعد ما درت هذه البطاطا واش درت انايا، هذه البطاطا جاتني شغل معلكه، واش نزيد لها؟ نزيد لها قسم غرفه تاع زبده ولا مانغارين على حساب لي كاين هكذايا. نخلي شويه باش ندهن المول ديالي هكا ونخلط هكا باش طرا لنا شويه هذيك البطاطا. هذه كي تكون البطاطا ماشي مليحه، كي تكون بطاطا شابه تكون يعني كي تريحيها تقعد طريه تقعد خفيفه. شوفوا هذه كيفاش راهي تلصق، تقول راني ندير في لاباتاشو وهي بطاطا. هاي هاي ليك هكذايا. نجيب القالب، هاوليك القالب ديالي، نديرو شويه زبده من تحت هكذا. نقسم هذيك البطاطا على زوج، هكا هكا نسقمها كاع داخل البلا، نسقمها ونوريها لكم. بعد ما درنا لاكوش دوك ندير لاكوش تاع لا بيونداشي هكذايا. انا كيف بدا داك الشيء باش يجي بنين. انا زدت لنا شويه فرماج في الوسط هكذايا، ونكمل لاكوش تاع البطاطا. نشعل الفوق تاعي على 180 درجه لمده قسمين، شوف برك 20 الى 25 دقيقه ونلحوه. لحم الحلو بعد ما اللحم تاعنا طاب، هاوليك واش نديرو؟ نحكمو هذيك الكيله تاع السكر هاي لك، هادي نديرها ونزيد ندير لها كيله تاع الماء ندير لها هذوك جوج ملاعق تاع ماء زهر. نخلي حتى وين السكر تاعنا يعقد شويه، هذيك الفاكهه تاعنا المجففه راهي فارط وطايبه، نخلو حتى السكر يطيب يعقد باش نرمو فيه الفاكهه. هاي الطابله تاعنا بعد ما كملنا، هاوليك لو اشي بارموتي تاعي، تشوفوا كيفاش طاب يطيب محمر، هاوليك شوفوا الداخل، هاوليك هذا هو الطبق تاعنا تاع اشي بارموتي، بطاطا بلا فيوند اشي. اللي ما يعرفش اشي بارموتي، وهذا اللحم الحلو اللي درتنا مع بعض بعد ما طاب اللحم، درنا هذيك العينه، هذيك العينه اللي كنا فورناها من قبل، انا اللي شبحتها بهذه الطريقه، تزيين اختياري، ودرت شويه شلاضه تاع لا ماسيدوان، هاي ليك خضره مفوره بلا مايونيز، هاي ليك كيفاش شبحتها. هذه هي الطابله تاعنا تاع اليوم تاع رمضان، ديرونا اشتراك ديرونا لايكات باش يوصلكم المزيد. مع هنيه اقتصاديه، والسلام عليكم.